الفيديوهات اللي بينشرها الفنان المصري والمقاول محمد علي كسرت حاجز الخوف عند كتير من المصريين، لا سيما الشباب منهم، واللي بدأوا ينشروا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد السياسات الخاطئة لنظام عبد الفتاح السيسي والاعتراض على ما يقوم به عبد الفتاح السيسي تجاه المصريين، منهم هذه الشابة والفتاة المصرية الجريئة رضوى محمد، واللي بدأت خلال الأيام اللي فاتت تنشر مجموعة من الفيديوهات على صفحتها على فيسبوك بتم تناقلها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقد فيها نظام السيسي وتعامل حكومة عبد الفتاح السيسي مع بعض الملفات، أهمها بطبيعة الحال ملف سد النهضة، وكذلك التعامل مع أزمة الأمطار اللي أصابت مصر قبل أكتر أو أقل من شهر. نتابع جزء من الكلام اللي كانت بتقوله رضوى على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفيديوهات اللي نقلها عنها آلاف المصريين. نتابع. احنا عمرنا ما هنبقى جعانين، لان مصر اللي حاميها ربنا، مش حاميها لا انت ولا مبارك ولا اي حد هيحميها. قسما بالله العلي العظيم لربنا يورينا فيكم ايه، وحسبي الله ونعم الوكيل في حق الناس اللي بتموت، وفي حق الناس اللي ما بيجيش حقها، وفي حق حرقه كل واحد على بلده، وفي حق حرقه كل واحد على اهله اللي متاخده، وفي حق حرقه كل ابن على اخواته. قسما بالله العلي العظيم لربنا يورينا فيكم ايه، وهنجتمع الخصومات عند الله، واتقوا يوما ترجعون فيه لله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن بأسلوب وبطريقة مصرية عامية تشبه إلى حد بعيد ما يقوم به الفنان محمد علي، ونفس الطريقة اللي بيتكلم بيها محمد علي، ونفس الشكل باستخدام الموبايل، وكلام كتير عن رضوى. تقريبا 5 فيديوهات نشرتهم في رضوى خلال الأيام اللي فاتت. أمس لأول مرة الفنان محمد علي أعلن وصرح عن أن هناك اتصال شبه يومي بينه وبين رضوى، لكنه قال إنها امبارح بعتت رسالة على الواتساب بتستغيث من وجود قوات أمن تحت بيتها بيقوموا باعتقالها. لكن نسمع الفيديو أو الرسالة الصوتية اللي بعتتها رضوى لمحمد علي أمس. محمد، إذن الأمن المركزي هنا، الأمن المركزي هنا، قلنا في الساحل، انت سمعني بقول لك الامن المركزي هنا. محمد انا مرعوبه، عارف انا مرعوبه. اذن بصوت خافت ولا يخلو من الرعب ولا يخلو من الخوف، بعتت رضوى محمد امس تسجيل صوتي للفنان محمد علي عشان يخرج هو كمان في فيديو على صفحته على فيسبوك يسأل رضوى فين، ويهدد عبد الفتاح السيسي ونظامه انه هيحرك الشعب كله لو ما أفرجش عن رضوى، أو حتى على الأقل طمن أو اطمن محمد علي واطمن المصريين على رضوى. المتابع. طب والبنت الغلبانة دي إيه ذنبها؟ بياخدوها ليه؟ عشان بتقول اللي جواها عملت إيه يعني؟ يعني هما ما بيشتموش، ما بيقولوش أدابهم علينا بدون على أفانا؟ بصوا أنا معرفش إيه اللي بيتم دلوقتي، بس أنا بعمل تحذير لعبد الفتاح السيسي وبقول لشعب مصر مش هنسكت. أنا مستني إن هي تكلمني وتقول ان انا تمام، اكلنا تمام خلاص. مع نشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المكالمه الصوتيه او التسجيل الصوتي لرضوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حمله تم تدشينها من نشطاء بعنوان رضوى فين، للمطالبه بالكشف عن مصير رضوى، والمطالبه او مطالبه نظام عبد الفتاح السيسي بالافراج عن رضوى ان كان تم اعتقالها، او على الاقل الكشف عن مكانها إن كانت مختفية قصرية. تحت هذه الحملة هيثم أبو خليل الإعلامي الحقوقي هيثم أبو خليل بيقول العسكر خايف من صوت فتاة مصرية، ما أحقركم ما أجبنكم، هاشتاج رضوى فين. الفنان عمرو واكد بيقول أنا صعبان عليا جدا البنت اللي اسمها رضوى، كل اللي عملته إنها فاض بيها وعبرت عن رأيها، والنتيجة كلنا عارفينها، لحد إمتى السكوت يا ناس؟ حرام عليكم والله، الشباب دي ما تستاهل اللي بيحصل فيها ده، لو الكل اتكلم هيحصل ايه يعني؟ هيتحبسوا او هيحبسوا. 100 مليون فين وازاي؟ 100 مليون 100 مليون. الناشطة سمية الجنايني بتقول رضوى فين؟ هل البلد بجهازها الامني كله مش فاضي الا للجري ورا عيلة صغيرة بتعبر عن نفسها، ولا هي خطر عليكم؟ بحمل الجميع في مصر سلامة البنت، ولا هنستنى تكرار زبيدة تانية؟ أمن الدولة وهذا النظام الغبي المجرم بيخطف البنات. الصحفي والإعلامي عمرو خليفة بيقول أنتم أغبياء،
ألا تتذكرون إن خالد سعيد شخص واحد، قضية واحدة كانت شرارة الثورة، ورغم ذلك تخطفون فتاة مصرية جرمها الوحيد فتحكم، رضوى فين يا خوانة العهد؟ أرطرل أو ابن سليمان شاه بيقول رضوى فين؟ في كتير زي رضوى اختفوا ولا حد سأل عليهم ولا حد يعرف عنهم حاجة. شيماء بتقول الشعب المصري شبه عشة الفراخ، واحد بيدخل يمسك فرخة والباقي يجري من قدامه، برغم لو إن رجعوا كلهم عليه وبضوافرهم هيقطعوه، إنما العامل الفاصل هنا هو الخوف. هنا قالت صوتها وخوفها ورعبها يوجع القلب، والله يا ترى ايه اللي بيتعمل فيها دلوقتي المسكينة. هاشتاج رضوى فين. اخيرا حسام الشرباجي بيقول فاكرين رضوى اللي طلعت في فيديو قبل كده واتكلمت فيه بحرقة ومن قلبها بالنيابة عننا كلنا عن المشاكل اللي بنعيشها من السيسي وعصابته من غير ما تخاف. دلوقتي العصابة من غير اي نخوة او رجولة خطفوها ومحدش يعرف عنها اي حاجة، بيحاولوا يكتموا اي كلمة اي كلمة لا. ومازال حملة وهاشتاج رضوى فين بيتصدر الترند في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات ومناشدات للكشف عن مصير رضوى محمد الفتاة المصرية الجريئة اللي انتقدت نظام عبد الفتاح السيسي خلال الايام اللي فاتت.